الجداء باستخدام تقنية الصندوق. يندرج نشاط الجداء باستخدام تقنية الصندوق ضمن الأنشطة الخاصة بالحساب والعمليات، يهدف بالأساس إلى مساعدة التلاميذ على التمكن من إنجاز عملية الضرب، كما يسمح هذا النشاط بفهم المراحل الوسيطية لإنجاز عملية الضرب، وهو نشاط موجه لجماعة الفصل. كوسائل ميسرة لهذا النشاط أقلام وطباشير. انتبهوا، إذن سنتعرف الآن الضرب باستعمال تقنية الصندوق. لاحظوا، سأشرح الأمثلة على السبورة، انتبهوا جيدا. لدي مثلا الجداء 4 × 6، إذن 4 × 6 تساوي 24. لاحظوا الآن سأحسب 4 × 60، لكن انتبهوا، إذن أنطلق من جداء أعرفه. أنا أعرف أن 4 × 6 تساوي 24، أكتب 4 × 6 24، ثم أضيف الأصفار التي احتفظت بها. واضح؟ ننتقل إلى المثال الموالي، 4 × 600. انتبهوا، لا تتكلموا. نعم، أنا أعرف 4 × 6 تساوي 24، ولدي 0. نعم، سأضيف 0 عن اليمين، حصلت على 4 × 600 تساوي 2400. إذن أن أحسب مثلا 4 × 6 أسهل من أن أحسب 4 × 600 هكذا دفعة واحدة. إذن لاحظوا، دائما أنطلق من جداء أعرفه ثم أحسب عدد الأصفار في العاملين معا، أضيفها عن يميني الجداء الذي حصلت عليه. واضح؟ نعم، إذن سنحسب الآن بنفس الطريقة الأمثلة التالية. إذن أعرف أن 5 × 6 تساوي 30، حاولوا أن تحسبوا كم تساوي 5 × 60. ثم 5 × 600. نعم، من يقوم لإنجاز هذا النشاط؟ أنور، هيا تفضل. إذن تعرف أن 5 × 3 تساوي 30. هاي، كيف سنحسب 5 × 60؟ نعم نعم، أضيف كم من صفر أضفنا؟ واحد، سنكتبه بلون مغاير. جيد، آخر، هبة، أحسبي 5 × 600. تفضلي، كم من صفر سنضيف؟ نعم، اقرأي العدد، 3000. جيد، أحسنت. هيا، إذن قلنا التقنية ستعلمنا السرعة في الحساب. نعم نعم، إذن 2 × 7، 2 × 70، ثم 2 × 700. نعم،
نعم. هيا انتهيتم؟ رفعوا الألواح. جيد. قلب اللوحة آدم. أحسنتم. نعم قومي وئام، قومي بلوحتي. نعم إيناس قومي. جيد. نعم إذن 2 في 7 تساوي 14. 2 في 70 ضربت 2 في 7 14، ثم أضيف الصفر الذي احتفظت به، ثم 2 في 7 14، ثم أضيف صفران عن يمين الجدا. أحسنتم. مكان كنا. انتبهوا، سأعيد قراءة المسألة مرة ثانية. لملء صندوق يحتاج البقال 15 قنينة، ما عدد القنينات اللازمة لملء 24 صندوقا؟ كيف قرأت المسألة؟ من يريد أن يقرأها مثلي؟ هيا زينب اقرأ المسألة. لملء صندوق يحتاج البقال 15 قنينة، ما عدد القنينات اللازمة لملء 24 صندوقا؟ جيد، إذا انتبهوا معي، ما هي المعلومة الأولى التي تقدمها المسألة؟ نعم إيناس. أن البقال يحتاج 15 قنينة. نعم إذن أن البقال يحتاج إلى 15 قنينة. إذن هذه كانت المعلومة الأولى في المسألة. ما هي المعلومة الثانية التي تقدمها المسألة هند؟ أن عدد الصناديق 24. جيد. إذن هل هنا نسأل عن صناديق أم القنينات؟ القنينات. نعم، لكن المعلومة هو أن لدينا 24 صندوقا. 24 صندوقا. جيد. إذن ما المطلوب مني في هذه المسألة؟ ما المطلوب؟ أيمن؟ أحسنت. نعم إذن المطلوب آدم، المطلوب أن أحسب عدد القنينات التي تلزمني أو تلزم البقال لملء 24 صندوقا. أحسنتم. في نظركم ما هي العملية التي سأختارها للإجابة عن هذا السؤال؟ يعني ماذا سأفعل كي أجيب عن السؤال؟ نعم عملية الضرب. جيد. إذا الآن اتفقنا أننا سنستعمل عملية الضرب. نعم إذا سنضرب ماذا في ماذا؟ 15 في 24. جيد. إذا لإيجاد المطلوب سنحسب 15 في 24. ضعوا ألواحكم من فضلكم وانتبهوا معي، سوف نوظف تقنية الصندوق التي تعلمنا لحساب هذا الجداء. ضعوا الألواح وانتبهوا معي إلى السبورة. لاحظوا لحساب هذا الجداء سنفكك 15 إلى عشرات ووحدات
ونفعل نفس الشيء مع العدد 24. لاحظوا لدي 15. إذا لاحظوا سنفكك الآن العدد 15 إلى عشرات ووحدات. 15 كم فيها من عشرة؟ واحد. عشرة واحدة. وعشرة كم هي من وحدة؟ عشرة. عشرة، جيد. كم فيها من وحدة 15؟ يعني ما هو رقم الوحدات هنا؟ خمسة. نفس الشيء سنفعل مع العدد 24. إذا 24 كم فيه من عشرة؟ فيه اثنان، نعم. وعشرتان هي كم من وحدة؟ هي 20 وحدة. ثم كم لدينا هنا رقم الوحدات؟ 4. إذا لاحظوا جيدا، أفكك الجداء إلى عشرات ووحدات ثم أبدأ الحساب. انتبهوا جيدا. إذا لاحظوا سأبدأ بالحساب. 4 في 5 تساوي 20. أكتب هنا 20. أعيد، 4 في 5 20. ثم أحسب 4 في 10. كم تساوي 4 في 10؟ 40. أنتقل الآن إلى الحد أو العامل الثاني للجداء، 20. إذا لاحظوا، كيف سنحسب 20 في 5. أضرب 2 في 5 10 وأضيف صفر، جيد. ثم 20 في 10، أضرب 2 في 1 تساوي 2 وأضيف صفران. لاحظوا ماذا سأفعل الآن. سأقوم بوضع هذه النتائج التي حصلت عليها، سأنظمها في صندوق، جيد. سأنظم هذه العمليات أو هذه الأعداد التي حصلت عليها داخل صندوق. لدي 200، 100، 40، 20. لاحظوا، أحرص على وضع الوحدات تحت الوحدات، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. لكن ماذا سأفعل الآن؟ سأجمع. الآن سأجمع. إذن أكتب هنا النتيجة، 0 زائد 0، 0 زائد 0 زائد 0 تساوي 0. 0 زائد 4، 4، والاثنان 6، 2 زائد 1، 3. إذن 360. ونعود للجداء الذي انطلقنا منه. ماذا كنا نبحث؟ عن ماذا كنا نبحث؟ عن عدد القنينات اللازمة لملء 24 صندوقا. إذا سنكتب 15 في 24 تساوي 360، ونكتب هنا عدد القنينات اللازمة هو 360 قنينة. واضح؟ إذا لاحظوا كيف حسبنا الجداء 15 في 24. انطلقنا من تفكيك الأعداد وإنجاز يعني مجموعة من عمليات الجداء، ثم وضعنا الجداءات التي حصلنا عليها داخل صندوق، وقمنا في الأخير بعملية الجمع وحصلنا على النتيجة النهائية. إذا الآن سنمر إلى بنفس الطريقة، ستحسبون أنتم مجموعة من الجداءات على دفاتركم. إذا خذوا دفاتر، سنحسب الجداء التالي باعتماد نفس التقنية وهي تقنية الصندوق. إذا سنحسب 37 جداء
وخمسون. لاحظوا معي، نذكر بالمراحل التي سنقوم بها. أميرة انتبهي، ضع القلم وانتبه. إذن لحساب هذا الجداء ماذا سنفعل أولا؟ نعم جيد، نفكك الأعداد إلى وحدات وعشرات. إذن بعد تفكيك الأعداد إلى وحدات وعشرات نضعها داخل الشبكة. نعم، إذن لم نصل بعد إلى الصندوق، نضعها في الشبكة ونحسب، واضح؟ ثم بعد ذلك نضع الأعداد التي حصلنا عليها داخل ماذا؟ الصندوق. ثم جيد، يلا تفضلوا. سبعة وثلاثون في أربعة وخمسون. نعم، إذا انتبهوا معي، لقد تعلمنا اليوم الضرب باستخدام تقنية الصندوق. نعم، تعلمنا السلم، ثم الآن ماذا تعلمنا؟ تقنية الصندوق. جيد، إذا لاستخدام هذه التقنية بماذا نبدأ؟ نعم، إذا نفكك الأعداد إلى وحدات وعشرات، ثم ننجز عملية الضرب داخل الشبكة، ونقوم بعملية ماذا؟ الجمع داخل الصندوق، ونحصل على النتيجة. شكرا جزيلا لكم.